انا كنقول غادي يربحوا، حي اي يربحوا تقريبا ب 3 ل 0 ولا 3 ل 5 ان شاء الله يكونوا 3 ان شاء الله. ان شاء الله غير يربحوا ان شاء الله. ان شاء الله غدا المنتخب غيربح بجوج ل 0، يربحوا على الاقل جوج ل 0. ما كرهش يربحوا بربعه لواحد. وغادي نفوزوا ان شاء الله بثلاثه لواحد. جوج ان شاء الله. كنقولوا غادي تربح بجوج ل 0 حتى ل 3 اخويا، الخسران والتعادل راه ما كاينش. ان شاء الله شي جوج ل 3 ان شاء الله ونكونوا رابحين وبافضل حله ان شاء الله. نبغي يربح بجوج ل 0. كنتمنى كنتمنى ان شاء الله يكون رباح وبشي نتيجه زوينه ان شاء الله. جوج لواحد نورمالمون غتكون جوج لواحد. غادي ان شاء الله غادي واحد لزيرو. ما عنديش غرام ديال الشك بان المغرب غادي يربح غدا بجوج لزيرو. عقل عليا قلت لي